هو كان بيضرب في مين؟ يا حسام، لا حسين، النبي في حاجة فيك يا حسام، خش يا حسام يا حسام. ايه؟ ما بيضربوش هنا اصلا، بيضربوا في شارع شريف هم. شريف فين ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، مين اللي بيضرب؟ لا ما حدش يعدي، ما تعدوش ما تعدوش ما تعدوش. أمي، هو اللي مات ده مش ضابط يا قلبي يا قلبي. هو بيجري عليهم، لا بيجري عليهم هو، اوعي كده. انا بص اهو، مين اللي بيجري عليهم؟ ايه ده؟ ايه ده، مين دول؟ يا قلبي يا ابن الفاجر، يا راجل يا ابن الفاجر. حسام حسين يشوفك. لا حسام، والنبي خش. ايه دي بس، ايه دي بس، والنبي خش يا حسين. هو الفاجر ده ما ايه القلب ده؟ بيقول لهم استنوا اهو، ده ده هيقتل فيه، ده هيقتله ده. يا فاضية فاضية، بص هيجي يقتله يا حسام، والنبي خش. ايه ده، هما مين دول؟ دول تبع الحكومة، دول تبع الحكومة. ايوه يا رب يا رب. انا عايز اعرف اللي واقف، اللي مات عند البتاع ده يا رب على الاقل، مش ست يعني؟ مع انه واحد وحش لبسته. ايوه خبط الاستاذ احمد، خبط. مين عمل كده؟ هو انا عجز كيف الناس الاخرى قيمه عدد دينا تتقلب حرقنا لو حرقت كله غير. واحد وعمل كده يا حسام، خش لحسن يشوفوه. يا ست ده راجل ملثم ومعاه بندقية ولا بيلبس خوذة؟ يا ربي يا ربي يا ربي، ما تعدوش تحسن لي تاني، ما تعدوش، الناس كلها اللي هتعدي دي. لا خلاص، ما هو مشي طلع على الشارع العمومي. يا لهوي، فرد جداني فرد جداني فرد جداني. يا ربي ما يكونش حد مات كتير. الولد الصغير ده